تشكو المذلة باكيا فإلى متى ستظل تبكي شاكيا أتطيب نافسا أن تثير مدامعي مثل النوائح ينتحبن سواسيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. درسي هو درسي السدحات كم إذا دروست كتاب أبو شجاع وذان حان جوغني ماش وذاتك وليهي فصل وجلود الميتة ولو حان كو قد جرنا طهارة وذاتك وحير مركة وجلود الميتة ميتة هارق كذا أما مقار كذا تطهر بالدباغ معناها هارق ميتة نجاسوي مقار كاسوا نجاسو لكن طاهر ونغنكرا سدو داهر كن غنكرا وحكن غنيا تطهر بالدباغ تطهر بالدباغ إن لم قديو أو لقلجيو بوحكن غنكرا طاهر إلا جلد الكلب والخنزير إلا إيجا مقار كيسة أما الدوفار كمقار كيسة مويه لبدا مرنا داهر من غنيان أي مركي نولايين وحياة هاي النجاسو مركي أي ميدهين وبختي أيهين دنتانا وحين ولي وحيهين نجاسو مركي مرنبا مظاهريان إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أما وحي لبدو ذا إدالان لبدو ذا وحي إدالان أي وحو دلواء أي ضوفار وحو دلانا وضوفار مركي حكم كودي قادنا يان طاهرنا نغن ما يان أو من أحدهما أما متكود وحيو حيوان كالك دلو هدو أي دلو لكن وكدل جنس كالي وحالا سيني حكم كأي هدو دوفار دلو وجنس كالو كدلنا حكم كوحالا سيني دوفار كالا سيني سداوي هدان سو كوبو وحاوي ميت بالويري ميتة إن وحلاقة هذا اللي يوحى ويهرتها وحيوانك بختي قوي وحاسكو ماذا أما سوق ليه حيوانك اللعنو حوله يس حول حيوانك هيلب كيس اللعنو هدي انطلق له وحن جيدا وحاسوق ليه حيوانك حوله يس اللعنو أو أن لجورعين وسوق ليا أما لجورعي لكن جورع عن شرعي هين لجورعي ذكاء غير شرعية بل جورعي معايا لي حيوانك وحلاقي بيا لبا لوك لقادة حيوانك سديس وحلاقي لقادة لبا لبا وعاوية مأكول اللحم مذهل بكي سلعنه سد الجيلة أرجع لقظة يوحي لمدة يكوى أن لعنين وغير ما أكل اللحم أه كوى أن لعنين هيلب كودا سدا دميرك وكله فردها وكله يوحي لمدك اللباح وكله يوحي لمدك إن هدان كهر مرة كوى محل إذا هيلب كودا لعنو حيوان كهيلب كيس لعنو سدا جيلة لاضى يارق وكله إن هديلا جورع مغار كيس مر البوا ظاهر هدي لجورع جورع الشرعية مغار كيس هو ظاهر دباغنا وما بهنا هذا نكون عليه حيوان كالعنو سيدا جيلة لقضة يأرجع هدي لجورع ذكات شرعية وكلعه مركا يضع إن جورع أسبا وحويها طاهرين مقار كالجب حيا ولا جسيبة نجاسة ماها مغار كيسوا طاهر كاس مركا علينا مركا وجلود الميتة كامسو قليو
باتفاق المسلمين علماء كاسو قلي مهي وحاسو قلي يمرك حيوانك هيلب كي سلعونه وأما لقورعي قورع عن شرعي أهين وحال قورعي قورع عن شرعي أهين أما أن هل قورع ما يلا قورع إن كان العنين هيلب كي سوا سكمي ده سجنه معاني لي حيوانك هيلب كي سلعونه أن لقورع إن سكدين توا بختي كلا قورع لكن قورع يسوي يهي غير الشرعي سدا وحال قورعي قفان أهل الكتاب هين أما مسلم هين أما أهل الكتاب هين سدا قول يا هند بعابد كوكلة ملحدين توكلة أما ولا قورعي وحال قورعي بر يا آلت يا وحلا مذا كاسو كلا وحال لنا هاي وبختي وبختي هديل الجورع يهدال الجورع عنبا جورع عدة سلاكين يتهي غير شرعي بختي ويان جورع الشرعي قانا بختي معها هو طاهر مر بمرك عن بختي لنا معنينا وحنجدنا نجاسوي وجلود الميتة مذات كمركو كلية هاي ميتة ذا وحلود جيدا كان نجاسة ذا بختي قا كان حولي سلعونه ايان سشرعي لو جورعين أما إسكدنتي أما كان حوله سلعونين كحتى هديل الجورع دمير بلا سوق بتاع مفرس ولا جورعي طاهر من غني مغاركيس طاهر من غني معيال ما أكل اللحم ما هيلب كيس مدل عنا ما وهيلب كود اللعنة بحون غني يا مغار كودو طاهر وعلى سوق بتاع اللباح لباح يبقى للجورعي هرج يبقى للجسيبي هرقاس طاهر من غنية مي وحاكلية قلتانك الشرعي طاهر كل نغضو حيوانك هيلب كودا لعنا تاينا فهانت دوي وجلود الميتة مركا انكار لين مركا وحيوانك بختي اي اما لقورعين واسكاد انتي اما لقورعي غير قورع غير الشرعية هدوية مأكول اللحم هيلب كيسا مثل عنا شاق وحيري مركة تطهر بالدباغ دباغ وامحي مقدين أبصو مالغ لغلها إلا مقديو لقلجيو قلجين تمركة لقلجين وحالو استعمالي وح والبا وكلل ونذيفين كرا وبكتيريا ذا كزولين كرا وصخ ذا كقاذي كرا سيدا درادت نبيك صلى الله عليه وسلم باوحو أركي تد ناف معالي رالا بغتيا ودنتي وطو حيري ما تكون انتفاع ذان ما قادتان ويكتغين بختي مركز حيري ما قادتان هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فاندفعتم به ما مقار كيسا انتات كبحسان هرق يا مقارك انتات كبحسان ما قادتان ومركا إيضا كو انتفاع ذان ها فوائد بدنا لغهلا فوائدين كلغهلا وحكم إذا دي سبب كورت الدرسي لوغو كياني باب كان وحلا انتفاع سدوي مركا لغا سمية بورسوين كا لغا سمية كراستا لغا سمية وحياة بضن با لغا سمية مغاركا وقرانيسا وحياة بضن با لغا سمية سدا دراديت أصل كا وحاوي مركا أن أرقنا شيء مقارا وإلا سويب سنية أصل كا وحاوي إنو طاهر يهي وسنة جاساهين حتى قالها دي ربطو هيه قالها دير التها إيبس وحصوصة ميس معايا إلي مركز شي قال لغا سمينا يو وحلا انتفاع صدو نر يو وحلا مذا نر أما بورسو أما محالي رهدا كراس يو وحلا مذا مركز أيضا وحي سمينا وين نظيفين ايان أيقا لك وحي استعمالي ان كيمي كي وحبا لغو نظيفين ايان سوما تا وحي لغو نظيفي حتى وحو نغني طاهر نجاسة ما معايا إلي مقصود كو حاوي لو جودو شي قال شرعه محددين وحلقون نظيفين شرع هذا محددين فعليه وحال الرباء وح نظيف كاللقى كرا أو كقاذي كرا محال إيره هذا وسخذي إيو نجاسة دي دول صار نتكا قاذا أرتنا ماشا إيكا بحيس أرتنا ماشا إيكا بحيس مركا كدبوها للسعمال كرا إذن هارا قواسي داس أما دوفار يأي إيو وحي إيسكا دالان
iyaga weligood ma daahirayaan. مغار هدي لقب بحي مغار كودا لما استعمال كرا سنة لو ما استعمال كرا واقراني ان مؤلف كحوير وذاتك وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمية. وعظم الميتة ميت كالا صور شيئي بغتقا لفتيس يو شعرها تنتيس نغرتا ميتك نجس نجاسوي إلا الآدمية. هذا بني آدم كموين بني آدم كحي يميت لبضب وطاهر نجاسة معه معي الإله سبحانه وتعالى بكرامه. إله يحير ولقد كرمنا بني آدم فعليه كرامة سحية وميتا بني آدم كليه. إله وحاوي مركة ميتك لقها الله وكان شاقني ميتدا بغتقا لقرت إذا إيوه لفه ذبه وحاوي نجاسوي بني آدم كمرك لقرب هل كامرك وحانو قبح أن يفصل كيكوساب صناع جلود الميتة. هل كامحو كقل يا وذات كفصل عصب وحوير فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. ولا يجوز مبنانا استعمال أواني الذهب والفضة إلا استعماله ذهب ويلالك سميسن يفض قل ويلالك سميسن ذهبك يفض ويلالك سميسن لما يستعمالك رب لما يستعمالك رب. ويجوز استعمال غيرهما من الأواني وحاب النان إلا استعماله لبدا وحي آنهين أو ويلة ويلالك سميسن معدنك يوحي لمدك ويحي لغا سميه والا استعمال كرا اما قيد با لغا قري قيد با لغا قري ولغا سميه صحن اما كوب لغا سميه حوالو عنو كرا وحنو والو عبي كرا. لكن ألابتا لغا سميه محالي رهدا ذهب يفض نبي قواد دي صلى الله عليه وسلم عيد شديدة كسو أروري فعليه قفك وحكو عنا اما كو استعمال نار بلو قودي نبي قصدا ساكسو كان صلى الله عليه وسلم. رجي الدمر نوايسكم مت رجي الدمر كوايسكم مت ألاف هديت هاي وحنا لقوم عني كرو وحنا لقوم عبي كرو. فصل كا انت اسكوا كا وذات كوا وفصل قابن وها أواني ذا ان الكم حوك جلايا السواك عذيك وذات كوا عير فصل والسواك مستحب عذيك مستحب سنوي وشيء لجعل استيء وسنة في كل حال وقت والب مر والب إلا عذي صدو ما صبح قلب يهبين إلا عذي صدو وسنة وأرن سنة وفي عنوي إلا بعد الزوال مرك لقر يبو قل راح ذو مرك يزوشو إلا تموي قل راح ذا مرك يصوب بحضو لنعبيك صوب بحيسا سيدي أصو سعود تمرك وحي ماني سالح برتك مدحي كو آدمي سه مركي هالكاس كو آدمتها زوالك لها مركي كلي حتى مرك وحير زوشو اي دافتو وحير ملحة بان جيدا با زوالك إيمانيا وحير مركي ملحة كلي حتى اذيق اي كوكو بيقنيت اي كالي حتى لنع قرح ذا قرح لا يقول لي حتى هالكاوي زوالك زوالكو للصائب قفك صومن قف صومن مركا لقارو ظهر كوحير كور ظهر كوحير كور وحي كدن بايا مع ذي سنكرو وذاتك كليه ظهر كوحير كور مركا لقارو مع ذي سنكرو كليه. وحان اقنا هاي سيدي ذا عذي قوينو سنية هاي سيدي وذاتك شاقيوي محايا لا أدي لبادنا كسو عررت النبي قحيري صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وحير السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عذيقة وحو النظيفين يا أفكا وحانا لقاه لا رالي أهنشاه إلهي سبحانه وتعالى الله بارالي كان غني مركاد عذيسته قدس النظيفيسه أفكا أجينا النظيف بكون نغض قددك أذيقو أفقرون على مدح جوغيس وأفكاره أورهايو مدح جوجيس
إلهي سبحانه وتعالى رالبو كان نغونا ياو الله واجعليه سيدو كلا حديث كي أنس رضي الله عن النبي وحيري صلوات الله وسلامه عليه أكثرت عليكم في السواك أدبان وحل ديرادي إلا نذي أمرو عذيك عذيك أمر كي سوايد كبدية معنا النبي قال أدبو مركا إنه كبدية إلا عذي السطو إذن عذيك وحاوي السنة وقت والبا وذاتك وحوك صور ريبي قفك صومن إنه عذيك إسكيلة لي زوالك أرنتا هدو إلهي رضوحان وحي إنه قصو نغندون تا كتاب السيام مركان صونك قارنو بها مسألة ذا وذاتك الشيقي فافاهين إنا أدلة ذا وذاتك الشيقي إيوح الله عسك ذا وذاتك وحير وهو في ثلاثة مواضع أشد استحباب وهو عذيك في ثلاثة مواضع سدح شيء مركلا فيري سدح بوس أما سدح حالة ذات أشد استحبابا سنة نمتكي سوى لسياتكي أدبا لوأتكي سنة دي سوى سنة أدقوي هاي مدك وبعد محاوي عند تغير الفم أفكا أغا أرتي سهدي سبدش هدي أفكي ويسبدلو وأدرانتو إنو إنو سن عرف لهينو وصو أرهيو مركا إيادا هدو يسبدلو وصنة إلا عديستو معايا لقوفك مسلم كهو حال رباينو النذيف يهي مروال أفكا وحيابو يسكو بدلانا وحاكم إذا من أزمن آموست هذا إلاد آموستو هذا أفكا يسكو قبط وما أنت لنا تصدا أطال أفكا قو يسبدليا وغيره يو آموسنا أنت غير كيد محاكم إذا هذا وحعننا وحعبن أفكا قو يسبدلها يدنا وقت دار هذا وحعنن أوضا وحعبن معناها أرتا أفكا هو ذا كسو بحي ساويس بدليسا من أزم وغيره وأرك كوبادوي وعند القيام من النوم صدو كلا مركا لغسو توسو هردد هردد مركا لغسو توسو يدنا سنوية إلا عذي صدو نبينا صلى الله عليه وسلم سيدا سمين جري إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك أفكيس عذيب مرمرين جري نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كيف الصحيحين عذيب أفكيس مرين جري سيدا درادة سنوية إلا عذي صدو عند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة سنة السدحات حالة السدحات اللي أتكيين سنة يوام حي عند القيام إلى الصلاة وأمرك الله توصو واللي ستاقو إن صلاة اللي ستاقو واللي تكني أيضا واصن نبي صلى الله عليه وسلم بأرنكا ولبا أدبو أتكي وعير لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة هدانا كبقين إن أن لبودتك أمدي إذا أمت محمدة وحان أمر لها إني عادي سدان مروال بوئي صلاة كنيان لكن وحان كبقي إيجي نديبك النقط سيدا درادد ما دام أرنكو هالكاب وكدو هذي سنوية إن لعادي سدو مرك اللي تكني صلاة داس واجب هالنقط سنة هالنقط صلاة لقو نذري هالنقط صلاة قضاء هالنقط صلاة بها دادو استاقي سو أما جماعتكو أما كليقاتكي سنوية إن لا عذي صدو انت آذن صلاة قلن كور ومن السنة إلا عذي صدو سنوي وذاتك وحير فصل وفروض الوضوء هل كان وحوك بحي عذي هل كان وحوك قلايا واسد واسيسك إلا ويسقاتو أيضنا وانك صوشيك نوحي كم دهيت مقاصد سوماهين مركان كهد ليني سائل شيء يا مقاصد يو هيد وسائل الوسائل على أي حال وذاتك حير وفروض الوضوء ستة أشياء واسدة واجبات كيدو واللح شيوي واجبات كواسدة واللح وحيابوت هاي
النية عند غسل الوجه، النية إن لم يستوي مد الكوباد ومحي، النية إن لم يستو إن أدوى سنيسا نيسا غورما عند غسل الوجه وجهك مركا نغيس وسبا وعوما لين يا وحا كهر رأي وجهك إلا نغنور وحي أبادو كهر رأي ولادك لك وحوك يري مركا نيد لغارب ومركا آت كما دنبيس وجهك آت نغيس كهر واني يسكرتا لكن مركا نيد لغارب وحاو وجهك مركا نغيس وساعد بيها وقوم بالله بربط وجهك مركاس مركاس باو حالة غاربا إن أدنيستو نيادنا حديث والبو نياكو صوارور رقن والبو نيا أولاق هدلو وعاكو تصي حديث كي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وها إنما الأعمال بالنيات حديث كاسا كتصي وذاتكو حير رحمه الله أرنك لباد وحاوي وغسل الوجه وجهك أولا نغوي أرنك السدحادنا وغسل اليدين لماذا قعموت أولا نغو إلى المرفقين إلا سحولة لغسو قارو هل كاس لغا قارو إلا نغوي ومسح بعض الرأس أرنك أفرادنا وحاوي ومسح بعض الرأس ماذا قيب كمذا إلا مسح قيب تنتا هذا كمذا إلا مسح وغسل الرجلين أرنك شناد وحاوي لبضى لغوت إلا دقو إلى الكعبين إلا أن قويضا لغسو قارو أرنك شناد وحاوي كأضم بيهاك اللحات والترتيب على ما ذكرناه إن سدى الله شاقي لو كالهور مريو ترتيب كاس لو شاقي إن لو كالهور مريو إن صلاة دا وحن جيدا ويسادا أركان تيدا أما تيرر كيدا آيات قرآن كسو عررت إلهي سبحانه وتعالى بعديي في سورة المائدة آيات دا شناد إن اتهان في ليا ألو حير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين تراك لنا وحيد وأرجوليكم إلى الكعبين آيادة وحي كتكتي هل شيء بكتكتي أن كجرين هل كان شيء حديث كان شيء سيدا دراد دي دان دليل كي سهور أهر مري هل كان كتكتي واك وأن يدوي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بآيادة كبلاد وجهينا دغا وجيالك ندغى وأيديكم إلى المرافق انت هذا الشيء نيوي وغسل اليدين للمرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين للكعبين والترتيب على ما ذكرناه ترتيب كان آيات ويشت إذن وجوبك آيات دا لغاقات هل كان لغا كان وجوبك آيات دا لغاقات وإلهي سبحانه وتعالى وشيء وسننه عشرة أشياء وسد سنوين كذا وطبن شيوي طبعاً شيء وي، وأصل وحيل هذا الصنّة، وحيل هذا واجبات ما أركان، واجبات كإمسة نقدن لح، سنوين كروا إمسة، طبعاً عشرة أشياء، التسمية، متك كوباد وام حي التسمية، إن بسم الله الرحمن الرحيم لدو، سنوي، مركاد ويسي سنة يسوي حال هذا بسم الله الرحمن الرحيم، كورين أود هذا قصب ما كورو ديه ميس سترتيب ادو اللي يضحي هوس ادو اللي يضحي ان كورن هدي قفكو ومسقول كجرو ومسقول وكواسي سنوي انت بدل وحالك يابا اني دعضو ان قفكو كواسي ستو مسقول ادقو مسقوش كجرو بسم الله الرحمن الرحيم اللي يضح وامي مدهيس نيادا وحاك اللي يضحي بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي التسمية سنة دا سنة أمرك على الله التسمية بسم الله الرحمن الرحيم حكى الله ضاي محلي هذا نيدات كأرى نيسا كدبا وضوغا قوضا نيسا وغسل الكفين لبدا على علوت إلا الدقوة إنتا اشكد دبولا انتا إيوه قدال إنسدا الله الدقوة
وغسل الكفين. وغسل الكفين لبدا على علود إلا دقو قبل إدخالهما الإناء إنت آل لجلين ويلك كهر ويلك إنت آل لجلين كهر بالا دغيا ماشا وحاكو غاتي ويبنان تهي ويلك أدكوها سيسان يسقعنت إلا جليب ويلك هدوية ويل أن محال إذا لقعنت لجلين كرو بيهنا يكون حجران أما هيا راضو بيو هيا راضان أما بيو هو هبتاني بيو بدن هن نقضاني ويبنان تهي قعنت لجليو وبيها لدرسدو الله سوقاتو قعنت لجو سوقاتو لكن وحال السنة هي انت آذن ويلك قعنت لجلين هي إنات قعمها قد نقضو خاصة قفكم مركو هرددك سوقعو خاصة قفكم مركو هرددك سوقعو إنات قعمها نقضي دوي أرنك السدحات وحاوي يا أفراد والمضمضة والاستنشاق وإن اللغلغ ذو يا إن لصندارت لغلغ شذا يا صندار ذا صندار شذا وحكو سمين سهل قعن معناها قعن تاس بيها وحن كوضا هل درس شو يا هل قاضا شو بيها قاضا نسا تسالها دانك تسو بيه با قعن تكو قاضت بيه مركا قعن تكو قاضتي أفكا قيب قلي نيسا قيب مركا أفكا قلي سو وحكو سو هاري قيب كالي قيب تا كالي با سنك قلي نيسا مركا سنك مركا قد قلي سو با وحالا غار باينات اسكسو دادي سو بيه استنثار بالله ان بيه با مركا يدا اسكسو دادي نيسا اسك بحي نيسا وسنك كسو ساريسا سنك مرك بيها قعنتها يسجن مذي فينيس واقع أنت واقع أنت بده قعنتي أتقصى ما يسي لغلق شذا يسندار شذا واقع أنت مديك سداوي وما بهند أنت بيا قاضتو إنات كل لغته كدي بن بيا كلا سو قاضتو أتس كسندار ستو وما بهند وعاد كسا ما ينكر تاو كلي هل بيا مضمضة يسنشاق لغلق شذا يسندار سجا هل بيو أتسو قادتي بات كسو مين كرتا أوكلي وحانا كسو عروري لبدا با أدلة أمر ريسا كسو عرورتي أمر نبي قو أمر ريسا الله عليه وسلم أن وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما نبي قايري صلى الله عليه وسلم استنشاق كحل ديرو وكد ذالنا سمي ست سفي عن ولبا إلا إن أتسو منتهي موي مركا أتسو منتهي لما أقل حيا لبيها وحيقلي كران قدها فعليه وحادي عكر تصون كأنه كاجب خطروه مركزه على سكيل علينا لكن أدالة الصومانين وحاوه استنشاق واسمينيسا وذات كوحير ومسح جميع الرأس ملاحة نمانتي أولا مسحو مسحي دي سبا وحيتا يدنا صنوه وصنة شنادوه ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ومد اللحاد يدنا لبدا دقوت الله مسحه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ظاهرهما دشه ذا وباطنهما قده ذا بماء جديد بيع صبنا الله سوقات أولوه مسحه ماذا هي يردن إلا وضا مسحه واسنة ولما قابك السنة ذا النبي قال نتصي صلى الله عليه وسلم هدان تصالحاني دين تصو بيه بعد سو قاضتي بيه مركات قاضتو اسكفر دينيسا مركات بيه اسكفر ديسو كدب بعد هالكا ماذا حاجة بعد سيدا اصاريسا قعميه وحاد جينيسا قدال هالكا مركات جيسو با هدان سو علينيسا ماشي اكبر لو داكينيسا لقيه لبدا فروض بعد سيدا اقلينيسا قدها سول كنا سداسات قدالو قال ليدا واعدا مات سداس انتا مركا اترادو واسكو دمات ولادكو يحوكو يري بيع عصبات سوق هذا نيسا بماء جديد بيع عصب إلا سوق هذا نيو والاقا حوك بدن يهي وحاكو حوك بدن مسيحيات سوق هذا تيهال كمر باكو قفلان وادمد حكومة صحذي
بهدنا سيدي وما صحيح هذا جه واحد بنا ملها واحد بنا سدا ملهن لأن النبي جو حكسو كان صلى الله عليه وسلم إنه يرى الأذنان من الرأس بيجوه وحيكم ديهن ماذا حيكم ديهن فعليه آيات القرآن كامرك يعني آخرينيني واحد نقل إذا هذا مياه كومغش وامي آيات وحيد تباحدي وشيكتي وكلية محي لقاه وحيد شيكتان جيرا مضح وكلية آيات وحيد شيكتي وكلية مضح إلى يحيري وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فعليه لقاه مركا مضح يمسحي دي سداوي رقية دمر نواسكم سدا سنة قابك هدا أنسى ميني رق إيا دمر بوايسكمت أما تما بدل لهو أما تما ير لهو أما تما صوحير أما صوحيران انتبا وحاوي أما تبوها كود دبنادان أما يسا كود دبنان انتبا وحالق عربا السنة النبي صلى الله عليه وسلم سداوي أرنك حيقا وحاوي وتخليل اللحية الكثة وتخليل اللحية إلا فرنقيه وفرها لنحقليه اللحية الكثة جركا فربضا قفك جروين له إنه جركي سفلان قيو وفرها نحقليه مركو ويسيسانا يروا سنوي وتخليل أصابع اليدين يوري جلين قعمها فره ذا إن فرها لنحق القليه يدنا فرها إن سدع ليسو نحق القليه oo loo dhaqo marka la dhaqayo gacmaha faraha gacmaha iyo lugaha intaba in sida la isu dhexgalgeliyo loo falanqeeyo marka la weesaysanayo waa shay loo baahan yahay weey wa taqdimul yumna ala al yusra ayadana sunnada xigta waxa weey taqdimul yumna ala al yusra midigta in laga hormariyo bidixda marka weesaysanayso معايا للنبي قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم مركاد ويسيسان يساو حاد كبل لوضان مذيك كبل لابا النبي قال وحوج على صلى الله عليه وسلم إن وحو البا مذيك قبصده كان يحب التيامن في شأنه كله سداس النبي قال على صلى الله عليه وسلم وقدم بينتي وذات كحير والطهارة ثلاثا ثلاثا إلا السمية لو سدح سدح معناها سدح جير إن لقو عليو حب كيبا إن وجه لدغ سدح مر قعمها لدغ سدح مر إن لدغ لغها سدح مر واصلنا وي واصلنا مركا لقرها بمضحة مضحة سيغو حاسوغا إن النبي مصحي صلى الله عليه وسلم هل مرو كليه والطهارة ثلاثا ثلاثا مركا لقناي مدحا سقا هل مر بو نبي قم الصحي صلى الله عليه وسلم سيدة الدلة الصحيحة اي كتوسة يسوي والطهارة ثلاثا ثلاثا كأدن بي والموالات وكتبنا دوي والموالات وإن لحريريو ويسد ويسد إن لحريريو وسن حكا ودنا inaad weesada hal mar meesha aad joogto ku dhameyso waa sunna wey ka waran haddii adigoo gurigaaga joogay baad weesaysatay waxaad dhaqday wejigii labadii gacmood baa dhaqday madaxii baa masaxay maxaa kuu haray lugaha sooma lugihii maada dhaqin waa soo baxday waana ogtahay oo kas baad u samaysay waxaa rabtaa inaad markaa masaajidka tagto lugaha dhaqdo marka iyada haddii aad niyeysatay inaad weesadii aad wadayso oo aad hadhow dhaqayso wax dhiba ma lahan oo hadhow weesadaadi saxiix bay sidaa ku noqonaysaa saxiix bay sidaa ku noqonaysaa sidaa daraaddeed wadaad ku yiri walmuwaalaat muwaalaadka waa in la xiriiriyo xubnihii ay wada socdaan macnaha xubinka intuusan qallalin intaa xubin inaa xubinka kala dhaqdo wey muwaalaadka laguu sheegayo waa sunno
لكن هدي قللو او كدب اه دغدو مركا ايدا اديغو هورا او نييستاي ان اجا كدي وديس وحام جيدا ان ويسدي وديسو مركا ايدا ويسدا دي وا صحيحة وي لكن هدي شيء كلا دو ويسدي كجرا لغو مشغولي بالغو عاي هول بالغو ديري هول شبا اسكا قبطي واسو دميستي مدك دبا سو نغطي ان اد وحاربتا ويسدي دميسترتو اديغو هورا او نييسنين ماي inaad weesada xiriirineyso inaad niyeysataa laga rabaa weesadaadu inay wada socoto markaad soo noqotaa dow niyad dambe cusub lagaagama baahna markaa lugii dhaqayso niyad cusub lagaagama baahna halka wuxuu uga baxay weesada wajuubkeeda iyo arkaanteeda iyo sunankeeda halka wuxuu ka galayaa wali sinjaa'u waajibu min albawli walghaayat فصل نحير والاستنجاء إن ليس نظيفيو مركا قفك وسوليغا تغو مسخوشا مركو تغو مركو حاجة قدتو إنو إس نظيفيو واجب واجب ويو من البول والغائط كادي إيا السحارة ليس كنظيفيو قفك هدو كاديو أما أو السحارودو إنو إس كنظيفيو وواجب laba qaab ba marka la isku nadiifin kara laba qaab ba la isku nadiifiya wa mare waxa weeye biya la isticmaala ama waxa la isticmaala wax aan biya ahayn dhagax ama warqadahan hadda musqulaha ayaa loo tiishoogo kale ba soomaaliduna waxay dhahdaa tiish soomaaliga tiish baa lagu dhahaa marka إلا استعمال تيشك واقرا والأفضل وحافظ لبدن بكير وذات كمرك أن يستنجي إنو استعماله إسكن نظيفيه بالأحجار نجح ميل الله لي ماشا نجح كواركته معنى هذا وحاوي يبرقي هورا مجر تيش مجر نجح بالاستعمال جري أما واح كاتر تراي سيدا درادت وحال لو جيدا وح الله لي وحي نظيفين كرا ورقداس وح نظيفين اي سباهات والأفضل أن يستنجي بالأحجار هذا هو هذا مركة نجح متقاني دي وحاتهين تيش لاند باتين جروب او تيش هو يستعمال سو ماها وحا يستعمال ايسا تيش كاس اناد استعماشو مركة هورا اناد اسكن نظيفي سو ورقدا تيش هو ثم يتبعها بالماء كدبنا او راعيو بيو بيو اناد راعي ست او بيها اسكن نظيف السو با مركا كدب لغا ربا ويجوز وحا بنان تاوامد في عنوي سيدا في عنو كون شاك وذاتك ويجوز وحا بنان ان يقتصر على الماء انو كو قاب صدب بيو او كليه نالا قار لغا مبه لابو ورغدانات شاكيس إذن هدو معالي إذا هذا كادي أما الصحارة متكو دونها استعماله وحسكو نظيفين إياه هي ديو أوكلية وهو بنانته أو على ثلاثة أحجار أما سدح نجحينو استعماله كواسو ينقي بهن المحلة نجحينو سو ينقي بهن المحلة وكو نظيفين إياه ماشي إيه نجاسة كتمت محلك النجاسة ذا يكسر بحضي بوكو نظيف فينيا تاسع لقربا ينقي بهن المحلة هل كاو حاو قاتي هدنا فايدة ان بي الله استعماله او الله يسكن نظيف فيه كل قد واسمين كرتا وكو قاب سن كرتا وحاك لو كو قاب سن كرتا سدح نقاح سدح نقاح اني سن كيران وشرطي نبي حيري صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار سدح نجاحكو استنجودو سلمان الفارسي رضي الله عنه بقاله وحيويديس وحالي قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء حتى الخراء نبيكم صلى الله عليه وسلم نبيكين وحول بوايد وايد باري وحول بنبيكين وايد باري حتى سيدة سيوليغ الله استعمال وايد باري مركز ويرها وصح نبيك سيدة ووئنا باري مركز وحيري وحيابة دوره وشيك مركز وكو صابسا آدابة مسقشة
مركز يحول ونهانا أن نستقبل أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وحول نبي قلنا قرر صلى الله عليه وسلم إن كل سنجون وحكير سدح دقح إذن ترى سدح وعلى قام مارمان هذه السدح ذي كورا يكوكو في الناويس ولن جاسد وكوكو طالع ما حسمين إيسا وحسمين إيسا وكبضين إيسا ترى ذا لكن ترى ذو إن نغطى كيسي ترى إيس دير شن تضبو سقال إلا إيو إنت أو ماشي أي النجاسة كتمت أي نقل يسوء نظيف يا طاهر فعليه أن دتك قار وحيدها مركي أي تصالة أي سنقول جود الجوجين أو مالها شقة أي جوجان أم إسكول كأي جوجان وحال جي أبا إن اللهيلين إسكول كا أم مالها شقة إن اللهيلين بيو مسخش الأحد يدين يسؤولين أما أم بلوق هذا كريم بن فعليه مركي حالك سدا يهي حالكم مركو السيدة يهي إن محال سمينا يا هدي قفك استعماله تيش كاي وحل متكا هدو استعماله ونظيف وي مركو قرقي سي ماذا وما باهنين وانت مسقوشة قالو الصوت دقدقو اي وما باهن سيدة بيه ويقف لنايين بي شي قان كلنا ويقف لنان كرا بشرط إن جاسدي اي وكان نظيف فيه وحنا استعماليس وذاتك وحير فإذا أراد الاقتصار على أحدهما هديو دونو متكود إنو كو قابصدو بيه أما دقا حانتي بارتا مد إنو كو قابصدو فالماء أفضل بيها في عن بيها كو قابصدو معايا لي بيها النجاسة دو وذا زولين ايان وحيكد ايان نظيف محلك اي نجاسة دو كتمت بخلاف الأحجار هل كهذا نقبحنا وذات كحير ويجب آداب هل كان شيء يا مركب مركب مسقش اللي جدر آداب لوبا هي قفك إنه كل رقم مسلم كه وذات كحير ويجب ويجتنب عكف جانية استقبال القبلة مركب وسوليجا كجرا قبلة إنه وجهست لنع قبلة واستدبارها نمر كان وجهي واحدة في الصحراء marka uu meel banaann ku haajo gudanayo saxra waxa laga wada meel aan dhisneyn musqul looma diyaarinin banaankaas baad joogta adigoo highway-ga maray baad u baahatay musqulo iyo howlaha marka iyada meel service oo ku leexatana ma ku dhawaa faaleehi qofku inuu inta tago haajo guto way u banaann tahay laakiin waxa la rabaa inuu fogaado oo meel laga arkayn inuu tago markay sidaa noqotana wuxuu iska ilaalinaya inuu dhinaca qiblada u jeesto inuu qiblada dhabarka u jeediyo labada waa in iska ilaalisid labada waa in iska ilaalis laana jaabir radiyallahu anhu arda ya gair kiba nabiga ka wariyay jaabir wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa naga reebay an nastaqbil al qiblata bi bawl ila al qiblada la qabilna kaadi faraitu sallallahu alayhi wasallam nabiga aan arkay qabla an yuqbada bi aan سند انت اوسن لمن كهر انت اوسن لمن سند كهر بان اركي يستقبلها يسوى قابلي معناها نبي مركا او رابي او يريان لقابل قبل هذا نبر كان اللو جيدين وحي اوقاتين ها وحي اوقاتين مركا مسقول لسند كجرت ايو مركا اجوك تميل بنان انتبا فعليه سداس ولادك مركا ويري ان محوها جابر ويري وحان اركي سوى قبل ذاك بلاهي سوى قبل ذاك بلاهي اركي اذا لب مالا هدي مسوشه اي لسانتهاي من عرب توجه سنكرتها واحد لب مالا وذاك ويري ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وحكى له اداب تكمدا قوك مركب وكادين ايو inu ka fogaado inu ku kaadiyo ama ku saxaroodo biyo meel fadhiyo kale biyo maxay biyo dadka isticmaalaya dadka waxa maslaxa iyo dan ay ugu jirto oo nafci ugu jirana in laga najaaseeyo saxma waa galad sida daraadeed waxa ka dhalanaysa in dadku ku habaaraan
dadka biyaha way intifaaci lahaan waa cabi lahaayeen waxbay way ku heesaysanayaan oo ku qubaysanayaan dharkay ku dhaqanayaan fawaa'iddaasoo idil baa ku jirta marka biyo meel fadhiya in lagu kaajo ama lagu saxaroodo ma aha weye wa taxta shajarati almuthmira sidoo kale wuxuu ka fogaanayaa qofka inuu ku kaajo geed hoostiis geedkaasoo miro dhalinaya geed miro ay ka soo baxayaan in uu ku kaajo lama ogolo maxaa yeele mirihiisaa la cunayaa hadhow mirihii baa dhulka ku soo dhacaya kaayadii najaasadii buu ku dhacayaa wa fi ariiqi jidka la marayana inuu ku kaajo ama ku saxaroodo ma waa inuu ka fogaado qofku wa fi dilli meesha la harsanayo geedka hoostiisa derbi hoostii jardiinka iyo meelaha la midkaa inuu ku kaajo ama ku saxaroodo iyadana lama ogolo qofku waa inuu ka fogaado wa thuqbi god inuu ku kaadiyo ama ku saxaroodana lama ogolo godka waxaa loo diiday waxaa weye isagay u daran tahay maxaa yeele godkaa mas iyo halaq iyo bahla uga soo bixi kara isagoo fadhiyo kaad isdhaha ama saxaro isdhahaya baaba la qaniini karaaba marka khatar weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam marka arrimahan haddaan soo sheegnay nebigu wuu diiday wuxuu yidhi ittaqu lmalaacina athalaatha ittaqu llacaanayn nebigu wuxuu yidhi labada meel oo lacanadu ay ka timaadaa layska jiro wa qaaluu wama lacaanaani yaa rasuul allah nebigu waxay ku dhaheen rasuul allow maxaa laga wadaa labada meel oo lacnada ay ka timaado nebigu wuxuu yidhi alladii yatakhallaa fii ariiqi innaas waa qofka jidka dadka ay maraan ku saxaroodo aw fii dillihim ama meesha ay harsadaan ku saxaroodo ama ku kaadiyo wey mucaad sidoo kale nebigu wuxuu ka wariyey wuxuu yidhi ittaqu lmalaacina athalaatha saddex waxyaabood oo dadka saddex meelood oo layska lacnada ha layska ilaaliyo waa maxay albaraaza fi lmawaarid in biyo fadhiya lagu kaadiyo ama lagu saxaroodo ha layska jiro wa qaaricata ariiq iyo in layska ilaaliyo jidka dhexdiisa in lagu kaajo ama lagu saxaroodo iyo wa dil in meesha la harsado iyadana lagu kaajo ama lagu saxaroodo wuxuu yidhi halkaa haddaan taa uga gudubno wadaadku wuxuu yidhi walaa yatakallamu cala albawli waalghaa'iq walaa yatakallamu qofka maaha inuu ku hadlo cala albawli waalghaa'iq marka uu saxaroonayo ama kaadinayo inuu hadlo maaha kaadi dusheed ama saxarada dusheeda inuu hadlo maaha mashquul baa ku jirtaay maxaa hadalkeena nebiga sala allahu calayhi wasalam abu saciidin alkhudri wuxuu ka wariyey laa yakhruju rajulaani yadribaani alghaa'iqa kaashifayni can cawraatihima yataxadathaani faina allaha tabaaraka watacaala yamqutu calaa dalik haddii qofka isagoo suuliga ku jiro uu sheekeeyo oo uu hadlo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka caroodaa wey sidaa daraaddeed suuliga in taleefon loo qaato iyo in joornaal loo qaato oo lagu dhex akhriyo iyo waxyaabahaasoo idil khalad weey waana dhaqan gaalo dadka muslimiinta dhaqankooda ma aha wey wadaadku wuxuu yidhi walaa yastaqbilu shamsa waalqamara walaa yastadbiruhuma walaa yastaqbilu qofka ma qaabilahayo uma jeesanayo ashamsa qoraxda markaa kaadinayso qoraxda dhinacay kaa jirta uma jeesanaysid waalqamara dayaxu dhinacuu kaa jirana uma jeesanaysid walaa yastadbiruhumaa dhabarkeedana uma jeesanaysid uma dhabar jeedinaysid halkan waxaa ku sugan mashaqo iyo dhib aada u weyn baa ku sugan laakiin waxaa looga badbaadayaa wax daliila masalada oo saxiixa ma lahan in la yidhaahdo marka la kaadinayo qoraxda ha laga jeesto dayaxa ha laga jeesto ama dhabarka yaan loo jeedin labadoodaba ma sugno soomaalida waxay dhahaan nin baa hadda ka hor intuu seexday buu kaadiyey intuu sidaa u seexdo buu kor u kaadiyey maxaa ku dhacaaya maxaa dhacaaya markaas qofka asagoo hurdaadu inta asagoo ma seex hurdo maahan sidaasuu isu kala bixiyey markaasuu kor u kaadiyey waa kaleetiyey maxaa ku dhacaaya haye maxamed kaayadii baa ku soo noqonaysa war maxaa dhacaa la yidhi oo sidaa u samaysa wuxuu yidhi waxaa nahay duul culuma qasta waa wareernay buu yidhi meelaa aadnaan galan weynay maxaa dhacay bilowga hore maxaa soo martay bilowga waxaa soo martay qiblada looma jeesan karo dhabarkana looma jeedin karo soo maa haddana maxaa haysaa haddana waxaa haysaa qoraxda meeshay ka soo baxdana looma jeesan karo
قرحدنا دعي ذا لو متجهدين كرو دبر كان لو متجهدين كرو هاي ضيحنا صدو كله أوكي فيري نينك الصومالية جوا قارهان حمر مقدش ما تقعنا صلاة دين عود تكني واسيدا هذا فديو كلا كسوق بهال كاس تكنيه دين عين هود جيسن بالي قبل ذي سوتا ما تقعنا قرحة ما يشك الصوب هذا مرك نك حمر جوا مديك تيسك الصوب بحيس قرحة قرحة هال كاري كسوق هذا وحين أود عدا دين عن وحال يدي مرك قرحة ما صلاة ما يشك قبل ذي كاجر تهود جيسن كوب نبر كره هود جيدين دين عن الله ما قال يود جيسن مركو كادنا يو gadaal inuu jeesana looma ogolo koow waxa la yiri qorraxda iska ilaali dhinacaana duu jeesana waa qorraxdi dhinacaana waa qorraxdi dhabarkeedu u jeedi qorraxdu dhabarka u jeedi afarta jihada waxa ka jiro ama kacbadi dhabarkeedi ama qorraxdi dhabarki faaleeyhi marka iyada waxa dhacday inuu inta seexday tusaale weeyo Soomaalidu ay kaana dab u dhacday lama garanayee ودول علماء قصد مسألة والبقى وذا ددو أي كوريريان ومسألة أي سيدا أو كانان إسخلاف سن بدن كان نمبا وحوكو تاقي الدليل الآن سيدا هل كان أركا إسان وكان ولا يستقبل الشمس والقمر دليل ملها دليل صحيحة ملها فعليه واحد إبا ملها تلديدي وحاوي ينقب لذا إن لقابلو أملو دبر جيدي الله ولا سأل الديدي مركا درسي إنما أنتنا انت اسكو اغي والله سبحانه وتعالى اعلم.